بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أخذنا في الدرس الماضي إحياء الموات، وقلنا الموات هنا يقصد به ماذا؟ الأرض التي ليس لها مالك، لا يعرف لها مالك، لا من الدولة ولا من الأشخاص. فالسلطان يحمي بعض الأراضي، وبعض الأراضي يتركها للناس حتى يقوموا بعمارتها. تمتلك هذه بعد إذن السلطان ورفع يعني ما صنع هذا في الأرض بأمور: حائط، حفر بئر ولابد أن يخرج منه الماء، أو زرع شيء من الأشجار ومنع الأشجار التي تخرج في العادة. أما إن حفر فيها بئر ولم يخرج الماء، أو جعل حولها شيء من الأحجار، جعل لها حدود وعلامات، فهذا هو أحق بها، لكن لا يحصل له الملك لهذه الأرض إلا بالإحياء. وهذا فيه أن الشريعة جاءت بجلب كل خير ودفع كل شر، ومنه إحياء هذه الأرض وعمارة هذه الأرض بما يصلح وينفع الأمة. نعم. طيب، أيضا أخذنا الجعالة. ما هي الجعالة؟ بأن تجعل شيء معلوم أو مجهول لمن يعمل أي عمل، سواء كان في القرب أو في غير القرب، وهذا نسميه في هذه الأيام جوائز، مسابقات، مكافآت وغير هذا. تصح ولا إشكال في هذا، لكن بشرط ألا تكون الجعالة والمكافأة في أمر محرم. نعم. طيب، وكذلك ذكرنا في الإجارة، وذكرنا أقسام اللقطة. من يذكر لي أقسام اللقطة؟ قلنا أن المؤلف رحمه الله تعالى وغيره ذكر أقسام اللقطة، وأن اللقطة على ثلاثة أقسام. من يعرف؟ نعم. القسم الأول لقطة ليس لها قيمة، أو لها قيمة لكنها يسيرة جدا، ولا وفي العادة أن أوساط الناس لا يبحثوا عن هذه الأشياء لأنها يعني يسير، ليس من باب التبذير، لكن من باب أنه إذا فقد مثل هذه الأشياء يعني في العادة أنه لا يبحث عنها مدة عام كامل، يبحث عن يورو واحد سقط منه في مكان كذا. صحيح؟ أي نعم. ومثلنا لهذا بأمثلة. القسم الثاني الضوال، يعني التي تكون في مكان يغلب عليها الهلاك فيه، كالصحاري مثلا. نعم. تمتنع من صغار السباع، كيف؟ بالجري أو بالطيران، أو مثلا بالدفاع عن نفسها بالقرون أو بكذا. المهم، الثالث ما عدا ما ذكرنا. نأتي الآن بأمثلة. هذا الأخ وجد هنا في المسجد كتاب وأخذه ومشى، يصح؟ مصحف، آيفون، أبد. لماذا؟ ليس في مكان، يعني في الغالب أن بعض الطلاب وضع هذا الكتاب أو وضع هذا الجهاز، مثل الآن الأجهزة هذه الموضوع أمامي، يعرف لها مالك. ومن قال أصلا أنها لقطة الآن؟ يعني أنت تعرف الآن مثلا هناك يعني بعض الأسواق الشعبية هذه التي تكون، صحيح، أسواق، تجد أنهم من الليل مثلا أو بعد السوق تغطى بخرقة. فمر هذا وقال: الحمد لله، ما أكثر اللقطة في هذه البلاد. يصح؟ هذا يعتبر سارق.
لأن جرى عرف الناس على حفظ الأشياء بهذه الطريقة. صح، خرج ووجد في الخارج سيارة عليها المفتاح وجاهز، ركب ومشى. ما هذا؟ قال الحمد لله لقطة أعرفها سنة. يصح؟ لا. طيب، وهو يمشي في الطريق في الشارع وجد خاتم من حديد، خاتم من حديد لا يساوي شيء، نعم، يأخذه ولا أشكال. قلم، قلم بلاستيكي يأخذه، والله شغلوكم بالماركات هذه أشكال. الكل يكتب، البلاستيكي والمارك كله يكتب والحمد لله. طيب، طاقية يأخذها ولا إشكال. طيب، آيفون ينظر في لعله من عام الثمانينات مثلا، أي نعم. طيب، وجد بعير في مكان ليس فيه أحد في الصحراء، ضال، لكن يمتنع من صغار السبع، ماذا يصنع؟ وجد برميل خمر، 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 نعم، أسفل. قارورة، قارورة بيبسي، كوكاكولا يأخذها ولا إشكال. قارورة خمر تساوي خمر ليس له قيمة أصلا، لا أحد يقول تساوي، ما يساوي شيء ليس له قيمة أصلا، مفهوم؟ نعم، ليس له قيمة وانتهى الأمر، ولا بيب بالإشارة يفهم. طيب، وجد كرتون دخان يساوي كم؟ ليس له قيمة. طيب، فتح الله عليك، اللقيط، التقاط اللقيط فرض كفاية، فإن لم يوجد أحد فعلى بيت مال المسلمين. ذكرنا في المسابقة، المسابقة إما أن تكون بعوض أو بغير عوض. بعوض يعني بشيء يدفع من المتسابقين، هذا لا يصح إلا في ثلاثة أشياء: في المسابقة بين الإبل والخيل والسهام، ويلحق بهذا المسابقات العلمية على ما يذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. مرة أخرى، المسابقة، المسابقات سواء كانت في العلم أو في غير العلم تكون إما بمقابل وأن يدفع الكل ويشترك في الدفع، يعني بعوض أو بغير عوض. وأحيانا بعض الشباب، يعني شاب يقول لآخر تتحدى، يقول على ماذا؟ قال على أن نمشي من هنا إلى مكان كذا، الذي يفوز يأخذ 1000 ريال، أنت تدفع 1000 وأنا أدفع 1000، والفائز يأخذ النقود. يصح؟ لا يصح، هذا بعوض، إلا في المسابقة بين الخيل والإبل والسهام، والحق بهذا المسابقات في طلب العلم على ما يذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وهناك مسابقات بغير عوض لا تجوز، في الألعاب المحرمة، شطرنج والنرد. ما هو الغصب؟ هو الاستيلاء على مال الغير بغير حق، استيلاء وأخذ مال الغير بغير حق، خرج به، الاستيلاء على مال الغير بحق. مثال، قلنا في الرهن الآن لم يأته بالمال، فماذا يصنع؟ يبيع،
هذا المرتهن ويأخذ ما أخذ منه ويرجع له الباقي. طيب، العارية والوديعة، العارية والوديعة، عارية عن الثمن، عارية عن الثمن. استعرت من الشيخ قلم أكتب به، يصح؟ ما حكم العارية، إعطاء العارية؟ قال: ويمنعون الماعون. يستحب من طلب منك شيء يصنع به أمر جائز أو مستحب ما لم يكن فيه إثم فهذا الفعل مستحب، فالعارية مستحبة. أعطاني القلم، الآن على ما ذكرنا فيما تقدم، العارية هي تعتبر أمانة عند الآخذ، فهو أمين من الأمناء، إذا لم يتعدى ولم يفرط فلا ضمان. أخذت من الشيخ القلم وكتبت به واحتفظت به في جيبي، ثم قدر الله سبحانه وتعالى وانسرق القلم، أو يعني هذا الذي أخذ القلم غرق في البحر أو كذا أو كذا حصل بدون تعدي ولا تفريط، فلا ضمان إلا إذا اشترط عندما أعطاه العارية، قال: عارية مضمونة، اشترط الآن. نعم، كذلك الوديعة على ما تقدم معنا، قلنا إذا قلت للإنسان خذ هذا المال 1,000,000 يورو مثلا، ضعه عندك وديعة، هذه الأوراق النقدية احتفظ بها كما هي، إن أخذ منها ورقة واحدة أصبح الآن غير أمين، ضمن هذه النقود بكل حال من الأحوال، وإذا أخذ هذه النقود ووضعها في مكان في العادة يحفظ فيه النقود وحصل لها شيء فلا ضمان. مفهوم؟ نعم. أخذنا في كتاب التوحيد باب الشفاعة، هنا نأخذ باب الشفعة غير الشفاعة. الشفاعة هناك التوسط إلى الغير في جلب نفع أو دفع ضر، تنقسم إلى قسمين أو إلى 3 أقسام: شفاعة مثبتة وشفاعة منفية. طيب، هنا باب الشفعة. الشفعة قال هي استحقاق حصة الشريك من شريكه. مثاله، بالمثال اتضح أكثر منها. اشتركنا أنا والشيخ في أرض، اشتركنا في شراء أرض، الآن أنا أريد أبيع نصيبي في هذه الأرض، فمن له الحق في أخذ هذا النصيب؟ هذا الشريك. فإذا أردت البيع أرجع إليه حتى لو حصل البيع، له أن يفسخ هذا العقد ويأخذ هذا النصيب له، لأنه قد أدخل عليه شريك يضر به. هذا في الأشياء التي لا تقسم، لكن هناك أشياء تقسم. اشتركنا أنا والشيخ في مثلا في سكر، في رز، في دقيق، هذا يقسم ولا إشكال ولا شفعة فيه، لكن الشفعة تكون فيما لم يقسم. نعم، ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى باب الوقف. يعرف الوقف بأن الوقف تسبيل المنافع ويوقف الأصل بقاء العين بحيث لا تباع
ولا توهم ولا يتصرف فيها إلا فيما ذكر الواقف وتسبيل المنافع، تحبيس الأصل وتسبيل المنافع. مثاله هذا المسجد، هذا الأرض الآن وهذا البناء وكل ما فيه وقف. الأصل ما هو الأصل؟ أصول هذا المكان، هذا موقوف. والمنافع مجانا، ندخل الآن نصلي. لو لجنة المسجد هذا قالت لابد أنه كل من دخل يدفع رسوم على دخول المسجد، نقول لا، هذا وقف. جاء هذا وهو تاجر قال أريد أن أشتري هذا المسجد، يصح؟ لا، لا يباع. كذلك لو أوقف إنسان عمارة مثلا حبس الأصل وسبل المنافع، يعني جعلها سبيل، في ماذا؟ فيما يريد الواقف، لكن بشرط ما لم يخالف الشريعة. أوقف أرض للمعازف، يصح؟ للمعازف، للغنى، ما يصح. أوقف أرض أو عمارة أو شقة للرقص، لشرب الخمور، لا يصح، لأنها على جهة غير بر. إذا كانت على بر صح. أوقف العمارة على أولاده، يصح؟ يصح ولا إشكال. المساجد وكذلك الآن ما ترى من الآبار، برادات المياه، كتب العلمية، ترى الآن على الكتاب مكتوب وقف لله تعالى. هل يجوز بيع الوقف؟ لا، إلا إذا تعطلت المنافع. مثال الآن عندنا مسجد في مكان يصلي فيه الناس، فهذا وقف لله. جاءت الحكومة مثلا وقررت إزالة هذه المنطقة بأكملها بما فيها من مساجد، فالآن هنا تعطلت المنافع، أرادوا مثلا أن يصنعوا هنا وقالوا أنه هذا المكان مكان خطير والبحر قد يدخل على الناس ويموتوا، أو منطقة زلازل مثلا، فماذا نصنع؟ الآن تعطلت المنافع بالكلية؟ نعم، نأخذ هذا المسجد وننقله في مكان آخر ينقل في مثله، أو في الأقل، وأحيانا يكون في أكثر. إذن الوقف تحبيس للأصل وتسبيل، يعني يجعل الدخل وما إلى ذلك في المنافع. نعم، هو يقول الشيخ رحمه الله من أنفع القرب، من أنفع القرب. وعلى ما يذكر جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن ما وجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم شيء يعني يستطيع فيه الوقف، إلا ما يعني ما جاء، ما استطاع أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن يوقف إلا أوقف. نعم، طيب. وفي الحديث إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. نعم، طيب. أفضل الوقف ما كان أنفع للمسلمين، المساجد، بيوت الله سبحانه وتعالى. وينعقد الوقف إما بالقول أو بالفعل، يقول أوقفت هذه الأرض لله، أوقفت هذه الكتب لله، وأحيانا بالكتابة كما يكتب في بعض الكتب وقف لله، أو بالإشارة أحيانا. نعم، يرجع في مصارف الوقف إلى من؟ إلى الواقف. أوقف هذه الأرض على أن تكون مدرسة يدرس فيها العلم الشرعي، فماذا نصنع؟ نصنع ما صنع، ما قال الواقف، ما لم يخالف الشريعة. نعم، طيب.
طيب، ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى باب الهبة والعطية والوصية، واحدة واحدة، ثلاثة أشياء: هبة وعطية ووصية. الهبة تكون حال الحياة والصحة، حال الحياة والصحة. يعني الآن هذا الشيخ ما شاء الله حي وليس ميت، صحيح معافى الحمد لله، لو قال تبرعت بجميع أموالي لطلاب العلم، ما نسمي هذا الكلام؟ نسميه هبة، لأنه حال الحياة والصحة، مفهوم؟ طيب، إذا اختل شيء إما الحياة والصحة ننتقل إلى العطية أو الوصية. طيب، حال المرض، حي يعني يريد إخراج المال في حياته لكن وهو يتكلم بهذا الكلام وهو مريض، أي مرض؟ المرض ينقسم إلى قسمين: مرض مخوف ومرض غير مخوف. المرض المخوف هو الذي فيه تكون فيه يكون فيه الهلاك أكثر من السلامة، وضده المرض غير المخوف، تكون فيه السلامة أكثر من الهلاك. بالمثال اتضح، من يعرف أمثل المرض المخوف وغير المخوف؟ ما شاء الله، عطاس وزكام، مخوف؟ عطاس، زكام، ارتفاع في درجة الحرارة، كسر في اليد، جرح. طيب، ضغط الدم، مخوف في الغالب خاصة عند كبار السن. السكر، كبار السن اعتبره كبير في السن، عافانا الله وإياكم. السرطان، ها، مخوف. صرع، اترك، انسداد في الشرايين وأوعية الدم وفي القلب، مخوف، فتح الله عليك. نعم، طيب ننظر في هذا المرض، مخوف، مخوف، وأراد أن يتبرع بشيء في حياته، فهذا نسميه عطية. وإذا أراد أن يتبرع بعد الموت وصي، مفهوم؟ طيب، الهبة حال الحياة والصحة، يصح أن يتبرع بكل ما يملك ولا إشكال، مفهوم؟ نعم. طيب، أما العطية والوصية تكون بالثلث المال فأقل، تكون بالثلث فأقل، لمن؟ لغير الوارث. يعني مثال، لديها أولاد ذكور وإناث، وقال في مرض الموت المخوف أوصي بجميع أموالي لأخي، يصح؟ لا يصح، نأخذ فقط الثلث ونعطيه للأخ والبقية للورثة. أوصى لابنه بجميع المال حتى يحرم الزوجة، يصح؟ لا وصية لوارث. طيب، الآن عندنا مسألة أكثر السؤال عنها، مهمة جدا، الأولاد، يجب العدل بين الأولاد في ماذا؟ في الهبة، يجب العدل بين الأولاد. الولد في الشرع يشمل الذكر والأنثى، يوصيكم الله في أولادكم، من هم؟ للذكر مثل حظ الأنثيين، يعني ذكور وإناث، خلافا لما عليه اليوم الناس في العرف، الولد هو الذكر. طيب،
يجب العدل بين الأولاد، يجب العدل بين الأولاد. يعني الأب الآن أراد أن يعطي أحد الأولاد 100,000 يورو، إذا أعطى الأول لابد أن يعطي الجميع، يعطي البنت نصف ما أعطى الولد، هذا من حيث الهبة. لكن حيث النفقة، النفقة أمر آخر. أعطيكم مثال، لديه ولد صغير يحتاج إلى حليب ورضاعة وحفايض وبعض الأمور يحتاجها، أما هذا الحمد لله لا حليب ولا حفايض ولا غيره، هل لابد إذا اشترى لهذا حليب وحفايض وكذا أن يعطي هذا مثله؟ لا، هذا نفقة. الآن مثلا البنت تحتاج إلى فستان وشيء من الذهب من الحلي، صحيح، وما تضعه في الشعر مثلا تمسك به الشعر، طيب هل لابد أن يعطي الذكر ضعف ما أخذت الأنثى؟ هذا أخذت فستان، يعطي الذكر فستانين؟ لا، هذا من حيث النفقة. يمرض هذا ويحتاج إلى دواء، هل يعطي الثاني مثل هذا؟ لا. إذن النفقة شيء والهبة شيء آخر. أحيانا الأب يشتري للولد سيارة، لماذا؟ حتى يقوم بشؤون المنزل وبالمواصلات للمدارس وما إلى ذلك، صحيح أم لا؟ طيب ماذا يصنع؟ هل هذه السيارة يملكها الولد؟ لا، لأنه لو ملك هذه السيارة للولد هذا معناه أنه أعطى الكبير وحرم البقية. اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. فماذا يصنع؟ يجعل السيارة باسمه، إذا مات الأب تكون هذه تركة تقسم كما تقسم بقية الأموال. بعض الأولاد يحتاج أحيانا إلى قرض، فأتي للأب ويطلب منه قرض، يعطي هذا، هل يلزم أن يعطي البقية؟ طيب كيف؟ قد يأخذ هذه أموال، هذا أموال كثيرة والبقية لا يأخذ شيء، فماذا يصنع؟ سهل جدا، يكتب عنده في الوصية أن فلان ابني الأكبر أخذ مني في يوم كذا مبلغ وقدره كذا، وهي دين علي، حتى إذا مات أخذنا من هذا أو خصمنا عليه من ما يستحق من التركة وقسمنا على البقية، وبهذا يحصل العدل بإذن الله بين الأولاد. ذكرنا ما ورد عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله في أنه أهدي إليه هدية فردها، قالوا ترد الهدية وقد قبلها النبي عليه الصلاة والسلام، وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما قال هي لهم هدية ولنا هدايا عمان. فأحيانا يكون بعض الناس في منصب قبل أن يتولى ويكون في هذا المنصب لا يعطي أحد شيء، عندما كان في المنصب يعطون الناس الهدايا، هذه لا يصح أن تقبل لأنها ليست بهدية، هذه رشوة. نعم، إلا إذا كان من عادة المعطي للهدية أن يعطيه من قبل أن يكون في هذا المنصب، هذا يصح وإلا فلا. نعم، الوصية، الوصية تكون قلنا بعد الموت. قال عليه الصلاة والسلام ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده.
يعني الآن أراد فلان من الناس أن يكتب وصية، هل لابد أن تكون وصية بمال؟ لا، قد تكون الوصية بوعظ، باتباع سنة، باجتناب بدعة. إذا كنت تعلم أن الأهل يصنع في موتك بدع لابد أن تبرأ منها، وإلا لحقك إثم، فتكتب في الوصية: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، هذا ما أوصى به فلان ابن فلان أنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد ورسول وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور، وأوصي من تركت من أهلي أن يتقوا الله ويصلحوا ذات بينهم ولا يصنعوا بعد موتي شيء من البدع، من الاجتماع وصنع الطعام والنياحة وكذا 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 وكذا، وأنا أبرأ إلى الله من كل من يحدث شيء بعد موته، فهذا لا يلحق إثم. لكن هذا يعلم أن هؤلاء يصنع ويصنع، وهذا في الغالب لمن رحم الله. نعم، يكتب هذا في الوصية. طيب، بكم يوصي؟ أراد أن يوصي للفقراء، للمساكين، لأحد الأقرباء، بكم يوصي؟ الوصية بالثلث مكروهة، يوصي بأقل من الثلث، يعني بالخمس. هذا لمن؟ لمن ترك خيرا، لكن إنسان ليس عنده إلا مال قليل، قال عليه الصلاة والسلام: إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. طيب، بهذا ولله الحمد تم كتاب البيوع، أدخل فيه يعني الوصايا من حيث أنها عقود، مفهوم؟ طيب، ثم بدأ المؤلف رحمه الله تعالى بكتاب المواريث، قسمة التركة، قسمة التركة بين المستحقين. هذه المسائل يا إخواننا في التركات وفي تقسيم التركات مسائل تحتاج إلى عمليات حسابية، يعني النظر فيها قليل جدا، لا يمكن أن تراجع الرياضيات بماذا؟ بالنظر، لابد تأخذ دفتر وتبدأ تكتب، وكذلك المواريث، علم سهل جدا يسير بإذن الله، أحيانا يعني لا يستغرق من أسبوع واحد، لكن إذا حفظت ودخل العلم مرتب الحمد لله تمشي الأمور، مفهوم؟ أخذنا فيما تقدم أن الأمور الواجبة عند الوفاة تدوم، تدوم، أول ما يبدأ به في المال تدريه من تدوم في مقاله، تجهيز الميت بالمتعارف عليه، لا إسراف ولا تقتير، دال سداد الديون، واو إخراج الوصية، داء ميم ميراث وتقسيم المال على الورثة. طيب، أسباب الإرث، أسباب الإرث، لابد أن يكون لك سبب حتى ترث. أسباب الإرث ثلاثة، أسباب ميراث الورى ثلاثة، كل يفيد ربه الوراثة، وهي نكاح وولاء ونسب، ما بعدهن للمواريث سبب. أسباب الإرث ثلاثة: نكاح وولاء ونسب. النكاح هو عقد الزوجية الصحيح
خرج بهذا العقد الفاسد أو الباطل. يرث به من؟ يرث به الزوج إذا ماتت الزوجة، وترث به الزوجة إذا مات الزوج. انتبه الشيخ، بعض علماء الفرائض يقول الزوجة لا تجعلها تتعلم هذا الباب، لأنه أول تركة تبحث عنها تركة الزوج، تعلمها العشرة الزوجية وتقوى الله أحسن. طيب، إذن أسباب الإرث: الأول النكاح، يرث به الزوج إذا ماتت الزوجة، والزوجة فأكثر إذا مات الزوج، عقد الزوجية الصحيح. الثاني الولاء، يرث به المعتق وعصبة المتعاقدين أنفسهم، وهذا يعني الآن نتركه لا إشكال فيه. الثالث النسب القرابة، قرابة الميت، الفروع والأصول والحواشي، فروع وأصول وحواشي. فروع يتفرع منك ماذا؟ الابن والبنت، وابن الابن وإن نزل، وبنت الابن وإن نزل أبوه، انتهينا. هذه الفروع. الأصول الأب والأم والجد والجدة. طيب، وإن علا بمحر الذكور. الفروع الإخوة أشقاء، أو لأب أو لأم، إخوة أشقاء أو لأب أو لأم، وأبناء الإخوة الأشقاء أبناء يعني ذكور، وأبناء الإخوة لأب، أبناء الإخوة لأم لا يرثون، انتهى. الأعمام أشقاء ولأب، وابن أبناء الأعمام الأشقاء وأبناء الأعمام لأم، هؤلاء الحواشي. مفهوم؟ طيب، أسباب الإرث ثلاثة: نكاح وولاء ونسب. موانع الإرث ثلاثة: رق وقتل واختلاف ديني، فافهم فليس الشك كاليقين. الحمد لله. الرق يكون مملوك، عبد ترك ابن، لكن هذا الابن مملوك رقيق، يرث لا يرث، رق. والثاني قتل، يذهب ويقتل والده. لماذا؟ قال حتى أرث. سبحان الله، ليس للقاتل من تركة المقتول شيء، من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. نقول ما ترث، ليس للقاتل من تركة المقتول شيء. الثالث اختلاف الدين، لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، ولا يرث اليهودي النصراني ولا النصراني المجوسي. مفهوم؟ نعم. طيب، أسباب الإرث، موانع الإرث، انتبه: الوارثين من الذكور، الابن، ترتب العلم، دخل مرتب يخرج مرتب بإذن الله، الابن وابن الابن وإن نزل، والأب والجد لأب، يعني أبو الأب وإن علا، أخ شقيق، أخ لأب، أخ لأم، ابن أخ شقيق، ابن أخ لأب، والزوج والمعتق، وارثين من الذكور. وارثات من النساء، تتعب قليل في بداية الفرائض في الحفظ ثم ترتاح، البنت وبنت الابن والأم والجد لأم والجد لأب والأخت الشقيقة والأخت لأب والأخت لأم والزوجة والمعتقة، عشرة. الفروض المقدرة في كتاب الله، فروض مقدرة في كتاب الله ستة:
واعلم بأن الإرث نوعان، هما فرض وتعصيب على ما قسم في الفرض في نص الكتاب 6، لا فرض في الإرث سوى البتة. أوقف. الفروض المقدرة في كتاب الله كم؟ 6. تحفظها: نصف وربع وثمن، ثلاثة، ثلثان وثلث وسدس. تعيد. ما أعرف عربي؟ الله المستعان. طيب، لا تنام. نصف وربع وثمن، ثلثان ثلث سدس، هذه الفروض المقدرة في كتاب الله. والفرض في نص الكتاب 6، لا فرض في الإرث سوى البتة، نصف وربع ثم نصف الربع، والثلث والسدس بنص الشرع، والثلثان وهما التمام. فاحفظ، فكل حافظ إمام. مفهوم؟ نعم. طيب، يذكر الشيخ مسائل. أصول المسائل عند علماء الفرائض كم؟ أصول المسائل، ما حد يعرف إخواننا فرائض؟ طب إذا ما تنسى ماذا تصنع؟ مر بي يوم نحن ندرس الفرائض، وتعرف يعني تسطير ودفاتر وصح وخطأ وأرقام وكذا. مر بنا رجل يوم من الأيام، وهذا الإشكال عندنا أن يتكلم الرويبضة ويسمع بعض الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. مر بنا ونظر، جاهل جهل مركب. نعم نعم، جاهل جهل مركب. نعم، مر قال: إيش هذا؟ سأل أحد الطلاب قال: إيش هذا؟ قال: هذا فرائض. قال: نعم. تتكلم عربي؟ قال: إيش؟ قال: فرائض. قال: ما معنى الفرائض؟ قال: مواريث. قال: ما معنى المواريث؟ قال: قسمة التركات على مستحقيها، إذا مات إنسان نقسم التركة على الورثة. قال: ما شاء الله، تدرس الفرائض؟ قال: نعم. قال: سبحان الله، الناس يقتلوا ويموتوا من البرد وكذا، وأنتم تقسموا التركات هنا؟ طيب ماذا تريد؟ طب أنت ماذا تصنع أصلا؟ كلم نفسك يا أخي. فأنا قلت له: اسمع، هؤلاء الذين يموتوا نحن الآن نقسم تركاتهم والحمد لله، أنت إيش تصنع؟ صحيح ولا لا؟ سددنا ثغر الحمد لله. نعم. طيب، أصول المسائل 7: 2، 3، 4، 6، 8، 12، 24. هذه ذكرها المؤلف. ماذا أصنع؟ أنا لابد أذكر ما يذكر المؤلف. أصحاب النصف 5، أصحاب النصف كم؟ 5: الزوج والبنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت الأب. زوج وبنت وبنت ابن وأخت شقيقة وأخت الأب، هؤلاء أصحاب النصف، انتهى الأمر. أصحاب الربع غرفة الزوجية، وارتاح. من؟ الزوج، الزوجة فأكثر إلى 4. نعم، هذه غرفة الزوجية، هم أصحاب الربع، انتهينا. الثمن معروف لمن؟ غرفة الأرامل، صحيح؟ الزوجة أو الزوجات، انتهينا. الثلثان أصحاب النصف، هم أصحاب الثلثين لكن إلا الزوج. هنا قلنا بنت بنات ابن، بنت بنات، بنت ابن بنات ابن، أخت شقيق أخوات شقيقات، أخت لأب أخوات لأب. أصحاب الثلثين هم أصحاب النصف عدا الزوج، بشرط أن يكونوا جمع، والحمد لله. انتهينا من أصحاب الثلثين. أصحاب الثلث
الجمع من الإخوة لأم والأم، انتهى. أصحاب السدس الأب والأم والجد والجدة، ولد الأم بنت الإبن فأكثر والأخت لأب فأكثر. الحمد لله رب العالمين، انتهت الفرائض. صدق لو تضبط يعني مسائل قليلة لا تستغرق منك أحيان يوم واحد بإذن الله تضبط الفرائض. عفوا. طيب الإرث للذكر مثل حظ الأنثيين إذا اجتمع الذكور مع الإناث إلا الإخوة لأم، قال الله سبحانه وتعالى فهم شركاء في الثلث. طيب ذكر أصحاب السدس وكذا، نحن ذكرنا ولله الحمد الآن. قال واعلم بأن الإرث نوعان هما فرض وتعصيب. الفرض أخذنا، الفرض في نص الكتاب ستة، الفرض المقدر أخذنا، بقي معنا التعصيب الذين يأخذون الباقي. قال عليه الصلاة والسلام ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر العصبة. ونحن عصبة ذكور، كل العصبة بالنفس ذكور إلا المعتقة، وليس في النساء طرا عصبة حقا عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة صنعت ما يصنع الرجال. مفهوم؟ نعم. العصبات ثلاثة، عاصب بنفسه وعاصب بغيره وعاصب مع غيره. عاصب بنفسه وبغيره ومع غيره. نعم. ذكر هو درجات العصوبة، البنوة ثم الأبوة الجدودة ثم الأخوة بنوهم ثم العمومة بنوهم ثم الولاء. ثم جاء المؤلف بباب العتق. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعتق رقابنا من النار. ذكرنا أن بعض الفقهاء رحمهم الله يجعل باب العتق آخر باب في كتاب الفقه، وبعضهم يختم بالإقرار كما صنع المؤلف رحمه الله. العتق تحرير الرقبة وتخليص الرقبة من الرق. عندنا دخول الناس في الرق وخروج الناس من الرق، كيف يكون الدخول؟ من يعرف كيف يدخل الناس في الرق؟ فروا من الرق الذي خلقوا له وبلوا برق النفس والشيطان. الذي يفر من عبودية الله يقع في هذا الرق. الدخول في الرق في الإسلام من طريقين لا ثالث لهما والله أعلم. الخروج من الرق في الإسلام كثير. لو تنظر الآن مثلا وجود الرق قليل، منذ أن بعث النبي صلى الله عليه وسلم وبدأ الرق في ازدياد. لا، لأن الدين الإسلامي والشريعة تتطلع وتتشوق إلى العتق. كان الجاهلية يستعبدون الناس ويدخلونهم في الرق، وجاء الإسلام لإخراج الناس من الرق وإخراج الناس من عبودية الخلق إلى عبودية الخالق فيها عزة. وبقي دخول الرق من طريقين، أغلقت كل الطرق إلا أسر الحرب والجارية إذا أنجبت من غير السيد يعني المملوكة. هذا الدخول في الرق. انتبه، هناك من يريد من أهل الإسلام أن يقعوا نسأل الله العافية والسلامة في الزنا ويقولوا رق أبيض ورق كذا ورق كذا. كذب. الدخول في الرق من طريقين. متى استرققتم الناس؟ قال وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا. الرق يكون من طريقين، أسر الحرب فيما
يجعل السلطان على ما ذكر الفقهاء. الثاني الجارية المملوكة الأمة إذا أنجبت من غير السيد كان الولد هذا عبد. أما الخروج من الرق كثير جدا. كيف يكون العتق؟ يكون بالقول وبالفعل وبملك ذي رحم يحرم وطئه ولو قدر أن أحدهما أنثى وبالسراية. كيف يكون العتق؟ بالقول تقول للعبد أنت حر انتهى الأمر. هذا بماذا؟ بالقول. بالفعل بالتعدي على العبد. ماذا صنع السيد بالعبد؟ قطع أنف العبد. فالعبد هنا حر مباشرة لا يحتاج إلى شيء. قطع أصبع العبد أنمله. نعم مفهوم. إذا تعدى السيد على العبد ومثل به فالعبد يكون حر. هذا خروج من الرق يكون بماذا؟ بالفعل. طيب قص أظافر العبد يكون حر؟ جزاه الله خير. نعم هذا من الفطرة. مفهوم؟ طيب هذا الأول بالقول يقول السيد للعبد أنت حر. الثاني بالفعل بأن يمثل السيد بالعبد، قطع الأطراف، قطع الأنف، قطع الأذن مثلا. الثالث ملك ذي رحم يحرم وطئه ولو قدر أن أحدهما أنثى. أعان الله يا أخي قم. سبحان الله انتبه لنفسك يا شيخ، لا تغمض عينيك، كلم شيخ مصطفى كله لا يغمض عينيه، انتبه. أنا أرى أغمض عينيه. نعم الشيخ. الأول بالقول والثاني بالفعل تمثيل بالعبد، والثالث إذا اشترى من يحرم وطئه بنسب ولو كان أحدهما أنثى، ولو قدر أن أحدهما أنثى. مثال، بالمثال يتضح إن شاء الله تعالى. وجد في الرق والده واشتراه، مجرد ما يدفع المال يكون الأب حر، لأنه يحرم وطئه لو قدر أن هذا أنثى أو هذا أنثى. صحيح. وجد الأم فهي حرة. الأخت، أوقف، الأخت، الجدة، أجلس، الخالة، العمة، بنت الخالة. لا، لأنه يصح النكاح بها. مفهوم؟ الخال حر، العم حر. نعم واكر اجلس. السراية، ما معنى السراية؟ اشترك أنا والشيخ في شراء عبد، دفع هو 9000 يورو وأنا دفعت 1000 يورو، فجئت وقلت أعتقت نصيبي في هذا العبد كم؟ 10%. صحيح. فالآن الشرع يلزمني أن أدفع لهذا البقية حتى يكون العبد حر، لأن الشرع متشوق إلى العتق. مفهوم؟ فإذا اعتقت نصيبي في عبد ألزم باعتاق بقية العبد ويكون بهذا حر. طيب هناك أسماء للرق. قن، قن هو العبد المملوك، كله مملوك سواء لشخص أو لأشخاص. الثاني المدبر، الثاني مدبر هو من علق عتقه على إدبار السيد من الدنيا. يعني السيد يقول للعبد إذا أنا أدبرت من هذه الدنيا فأنت حر. تجد العبد يدعو ليل نهار أن هذا يموت.
مفهوم؟ هذا من؟ المدبر والمعلق عتقه بصفة. قال إذا دخل شهر رمضان فأنت حر، معلق عتقه بالصفة، إذا حفظت القرآن فأنت حر. المكاتب يأتي العبد للسيد ويقول أكتب أنا وأنت عقد على أن أدفع لك أقساط، متى ما أتممت هذه الأقساط أكون حر، فيكتب عقد، هذا يسمى مكاتب. أم الولد هي الجارية تسرى بها السيد بشروط مدونة في كتب الفقه، فإذا تسرى بها وأنجبت ولد يحرم عليه بيع هذه الجارية، وإذا مات تكون حرة. نعم. نكتفي الله أعلم بهذا المقدار. بعد صلاة المغرب بإذن الله نبدأ في معروف يا أخوانا، سبحان الله، جاء أحد الطلاب إلى عالم من العلماء فقال الشيخ إن شاء الله تحضر زواجي يوم الخميس هذا الطالب مو أنا، نعم، فقال تحضر إن شاء الله زواجي في الأسبوع القادم في يوم الخميس، بماذا يعني تنصحني؟ قال بقراءة كتاب مسكين، قال بقراءة كتاب الطلاق. قال الشيخ انتبه أنا أتزوج. قال أعلم، اقرأ كتاب الطلاق أكثر ما يكون، وأرادوا أعداء الإسلام منا هذا، أقل خصومة طلق. ويأتي أحيانا للشيخ قال يا شيخ صنعت وصنعت وصنعت وصنعت، طب ماذا يريد منه؟ يريد منه كلمة طلق، يرجع إليها أو لأهلها. قال الشيخ هو اللي افتان، وتحصل خصومة. وقلنا لكم هذا عبادات ثم بيع ثم نكاح، وإن تقولوا قال تسمع لقولهم، يذكر بعض العلماء وأن يقولوا تسمع لقولهم يتكلم بكلام سبحان الله عند الخطبة، قال أنا طالب علم وكذا ومؤدب والأمور الصلاة في وقتها وكذا، بعد أن أتزوج ترى الذي لم تراه في حياتك. صحيح أخواننا، يعني هذه الكتب ينصح من كان مقبلا على الزواج أو متزوج، أما الذي هذا لا يحضر معنا، مفهوم؟ وأسأل الله من فضله. طيب اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، واغننا بفضلك عمن سواك، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، واصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى صحبه وسلم.